لا أنشر على الناس أنني أصلي بالليل، ومن أراد أن يتصدق قال صوروني وأنا أتصدق، ينشر للناس أنه يتصدق. لا، اجعل عملك خالصا لله تبارك وتعالى. تريد أن تتصور؟ الملك يصورك، عندك ملك على اليمين وملك على اليسار، وأعظم من ذلك الله عز وجل يراك سبحانه وتعالى. فاحذروا مداخل الشيطان أيها الأحباب. وقال بعض العلماء المخلص هو من يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله. وهناك تعريف للمخلص أعجبني جدا، يقول أحد العلماء المخلص المخلص من لا ينظر إلى مدح الناس ولا إلى ذمهم، وإنما ينظر إلى رضا الله عنه. وقال بعض العلماء المخلص أو الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. نسيان رؤية الخلق، مدحوك أو ذموك لا تشغل بالك، لأنك تريد الأجر من الله لا من الناس، فلا تسعى خلف الناس ليمدحوك، أو لا تجادل كثيرا لأنهم يذمونك. إن قلوب الناس بيد الله، وستجد نفسك مضطرا لحب رجل لا تعرفه لأن الله يحبه، دون ما أن يحسن إليك ولا أن يسدي إليك معروف. فأنتم تحفظون هذا الحديث،